الموضوع جدا مستفز وجدا بيض، يعني كل شيء بدنا نعمله لازم نكت عليه مصاري. انا عشان اصور لكم فيديو باخذ عليه 30 دولار باي ماكس، لازم ادفع 50 دولار عشان اوصل كانونير ليفل 14 مش 15، دير بالك. بدك تدفع كمان 50,000 اليت وايلد كارد عشان ترفع من 14 ل 15. يا هم لالي، كل شيء جديد، اليت وايلد كارد، بطاقات المطوره ليفل 15، قوه الابراج، كل مره نزلوا قوه برج على خذ ادفع، هاي 50 دولار، هاي 60. الاسعار مش معقوله. شغله ثانيه، بحسابي الرئيسي فتحت الصندوق الجديد 5 مرات فتحته ولا حبة كانونير، كثير مسقعين وجه. حتى كمان بالتحديات مش حاطين من ضمن الجوائز انه على الاقل يطلع لنا كانونير بالصناديق. طيب انا مكس اخت البرنسس تاور، ليه انا ديالي ب 15 مش 14؟ ليش عم بيطلع لي 4 صناديق؟ اقسم بالله ما بقدر يا اخوان. والمشكله بيطلع لك 20 حبه ببدل لك اياهم اليت وايلد كارد، لانه هاي البطاقه مش ممتازه، هاي البطاقه وضيعه. في كمان شغله انتبهت لها اللي هو البوشينات، متى حابين يعني انتوا تحطوا لنا بوشينات يعني عشان مش مكس يقدر يلعب فيهم يعني، يعني قلنا لمده ساعه قلنا ماشي، انتوا قاطعينهم من اللعبه، لا بالرويال باس حاطين لنا اياهم، ولا بطريق الاساطير حاطين لنا اياهم، من وين نخترعهم يعني؟ شوف هذا، هذا اقسم بالله اللي بيشتريه كثير مضروب على راسه. لدواعي المقطع اضطرينا انه نشتري الكانونير لليفل 14، راح نطوره هسه قدامكم. راح يكون عنوان المقطع اول يوتيوبر عربي يطول كانونير للمستوى الماكس من اول يوم. دفعنا حقه 50 دولار. انا مش فاهم الناس هسه كيف هتستمتع باللعبه. فعليا لعبت ضد ناس ب 9000 كاس بالنهار عشان اجرب الكانونير، اقسم بالله راح يعمل تغيير جذري. طب الناس اللي مش معها حقه هسه تشتري شو تعمل؟ بلك صافي المعلم، لانه كثير صعب تطوره. 4 مرات، طبعا كل تشتري 4 مرات يعني 28 صندوق فتحت، لانه هو بيجيك كل 7 صناديق. واستخدمت، شوفوا حتى كمان الجولد، يا زلمه طلعوا قديش معي صناديق جولد من الموسم الماضي، والموسم اللي قبليه كمان نصه كبيت على الفاضي. انا مش فاهم، طب وين نروح بالجولد يعني؟ الله ما بعرف يا زلمه ايش بقالها، تقسم بالله. يعني هاي ليفل 14 وهي كمان، شكرا على 20 وايد كارد. هيك طورنا الكانونير لليفل 15، وصلنا ليفل 62. صح والله، ديك المره الورد اكس حكى انه هو بيطلع لنا، ياي والله انكم شكرا لكم يعني، لانه احنا كل يوم نرفع 4-5 ليفلات باللعبه، فهاي افضل وسيله. خير ما يعطوني، ما اعطونيش. حتى كمان هاي فيها نسبه انه يعطوك او ما يعطوك، كثير نايس. جي والله اللعبه عم تنزل نزول هيك منحدر، مش طبيعي المنحدر يا زلمه اللي انت نازل فيه. راح العب قدامكم في طريق الكؤوس بدايه موسم، اول يوم بالموسم. هاي التشكيله شفتها كثير مرتبه، لانه كل البطاقات عم تضرب سبلاش الا الكانونير عم بضرب دي بي اس جدا عالي، فراح تشوفوا هون اللعب جدا قوي. شفت في تشكيلات جديده عم تلعب ناس بولر، اكسكيوشنر، الكترو ويزارد، ومخلي الكانونير اللي هو البرج هو يمسك الاشياء الكبيره. فاللعبة وسخة يا زلمة بشكل مش طبيعي. راح نستنى الويتش توصل، بعدين راح اعطيك خاصية البرنس هنا عشان الويتش ما تمسكه، ومسكت البرنس مش مشكلة يلا عادي، وخلنا عليه دمج رهيب. هاي هنا وهاي هنا، اللعبة باي تو وين، حرفيا اللعبة باي تو وين، ادفع بتفوز. ما بتلاقي ما جنان اللعبة، اقسم بالله شو بقلها. في معاه، حسيت في معاه شيء زي هيك. راح نبعد الفالكري عن باقي السكريتونز، وهاي برج راح. طبعا صح، اذا لحد الان مش مشتركين في القناه شو بتسووا؟ اعط لايك واشتركوا في القناه. جيجي كلاش رويال، قول اه اقسم بالله. والمشكله يعني انا شو ما اعمل لكم بطولات ما بقدرش هاي الاشياء، اسعار جدا هائله. شوف الهوك رايدر والله حلو، لعب فريز عليه، اوكي اخذ ضربه حلو، اخذ ضربتين نايس. انا ما كنت اعطيه ولا يضرب، بس كنت حاب اعرف. على فكره لو لعبت التومبستون صح نص هون 100%، البرج الثاني كان كمل على راسه يعني. بدي اجرب هسه قدام الهوك رايدر بالتوم بستون، اشوف الكانونير الثاني شو راح يعمل. طبعا هون في يعني هون يعني منيح انه في نقطة ضعف، جانب ضعيف قدام السكلتون بتبهوق الكانونير، فالحمد لله انه عملوا لنا شيء فيه. خلينا نشوف برا الجهة الشمال، يلا بيرمي هوك من الشمال مش من اليمين. بالله نلعب هون بس بويزون عشان ما يكمل هجمة، بدي اياه يهجم من الشمال. شوف بالله هون يعني هون شوفوا، يلا بيلعب فريز عشان اشوف شو ممكن يصير. الكانونير ما عم بوصل، اذا بحكي انا اول مره لعبت صح الكانونير ما لعبته غلط، بس ليش ما مسك؟ اوكي حلو 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 حلو. في نقاط ضعف، في نقاط ضعف. الشباب استسلم لانه اللعب جدا صعب بالنسبه له. اذا لعبت ال اوكي ما استسلموا، لعبوا غلط. حلو هسه فهمت، اذا لعبت التومبستون البرجين ما راح يمسكوا. ماشي يعني هاي نقطه جميله انه الكانونير مش اوبي يعني مش اوفر مش كثير قوي. انا تذكرت شغله انه لما تلعب اشي بالنص
الكانونير بضرب زي بويضه في منطقه غير مرئيه بتكون له اللي هي بين الابراج، فلما تسحب الهوك رايدر او الالكترو جاينت ما بتضره. طيب لو لو ارفع التومبستون شوي لفوق هل ممكن الاثنين يمسكوه؟ اصراحه اجرب يعني لو نلعب التومبستون مثلا هون عادي، هذا اوبتيمال بليس، هذا افضل مكان تلعب فيه البطاقه هاي، اي بطاقه قصدي. تعرف الناس انه مع كالونير كبرج ملك ضربتين شال الميني بيكا. في معه ويتش كمان، الويتش كثير طالعه جديد يمكن لانه بدايه موسم، وفي معه كمان مينيونز. ما راح العب اي شيء هون لانه في معه مينيونز تمام، ما راح ارمي عليه البويزون. اخذنا دمج جدا هاي بالجريفيارد وفريز جدا متاخر هسه اذا بنى، لانه رمى الفريز راح ارمي انا مين البويزون بس. يا الفريز كان جدا سيء منه، اذا لعب هون ميني بيكا راح يكون كثير غلطان. وهنا على فكره الويتش بتقتله الكانونير لحالها لانه بمسك السكليتونز وهي راح تبلش تخبط فيه خبط. بس زي ما قلت لكم مشكله انا بلعب فيها كنت ارفع اكثر بزياده كمان. اوف ثلاث ضربات شالوه مع السكليتونز يعني. شوف بالله المينيونز هنا، يا المينيونز باخذ ثلاث ضربات. اوكي هو ضعيف كمان ضد المينيونز حلو، بس في مع ميني بيكا هو اشوف علي هون غلط العب النايت لانه في مع ميني بيكا، عشان انا لعبت يعني بلعب راحتي انا لانه اللعب سهل شايف انا ما بدها كثير. بس هذا راح يغير من موازين اللعب كلياتها الكانونير لانه الواحد عم بتعلم عليه بعده. هسه بدك كم بطاقه باللعبه؟ بدك تتعلم كل الانتر اكشن للبطاقات مع البرج الجديد. يعني انت عارف ان البربيرن بيرل على برج البرنسس كم ضربه باخذ؟ ضربتين اذا ما دافعت عنه صح؟ قدام الكلونير ولا شخطه باخذ. في مع مينيونز اوكي راح البرج جيجي. في مع سوهو جرايدر ميني بيكا ما راح يفيده، في مع فريز انا شفت عشان راح ابدل البطاقات بين بعض. طلعوا اوف يا الكلونير، الكلونير والله عنف وتعنيف. شوف والله هون بوم and he's dead هون. اوف ها توب الف على العالم. خلينا بالله اركز معه نشوف هل هو قوي ولا لا ضد الناس اللعيبه. يلا ليتس جو. عم بلعب لافا هاوند ماشي، سايكل مش افضل اشي بس الكانونير خلينا نشوف قدام اللافا. طبعا قدام اللافا بابس جدا سيء، فهسه هو راح يفجره لللافا، بس لازم تلعب اشي ثاني عشان اللافا بابس زي بيبي دراجون او اعصار او يعني وات ايفر. بربيرين بيرل هنا اوكي حلو. فارس هنا حلو. سحبت على اليسار عشان هذاك يمسك. اوف والله بهدله، والله بهدل صحته. فاكر مطوره حلو، مينيوز حلوات تقريبا كل عم بيلعب سبلاش، وكمان معاه اسهم جاينت سنوبول اخذنا عليه دمج جدا رهيب. في مع جاينت سنوبول اسهم يعني ما في معاه مين فاير بول عشان يقتل مين ليتل برنس. طبعا ليتل برنس انا بعد مش مطوره لليفل ماكس ليفل 13 عندي اياه بس. فيش داعي دافع هون كانونير. اظني انسى، اظني انسى انه معي كانونير. بس يلعب اللافا هاوند راح نلعب تومبستون كمان مرة عالي شوية صح؟ في مع البومبر هسه ما بقدر اصيده انا لان لعبت البربرين برل، ففي معي بيبي دراجون صح؟ حلو يي ايش ما سحب؟ حق علي ايش ما سحب؟ غريبة صح؟ سحبت اقصى ايش ممكن اعمله؟ غريبة. بس دافع على دراجون هو كمان هسه عادي. اوه حبة
بلحق الفالكري هاي. نايس فالكري والله نايس. اللعبة عم تتغير اللعبة. وانا فاكر مش فيه مش مفيد ضد لو مفيد ضد الارض. مشكلة مين ينزل خاتة زينا. هلا بهاي هنا. فارس هنا. تبرنس عالي. عشان اللافا تلمسها مسح اللافا. دفاع جدا جميل. حلو. انا لما العب ضد ناس توب عم بضلني ساكت مش فاعذروني. عم سكل فاكر المطور هو قاعد حاليا. لا مو هنا تمستون مره ثانيه عشان انفيرنو. تمستون كثير نقل انفيرنو. تلبرنس هو مره ثانيه دي بس جدا عالي. ومعاه بالون اوكي. هاي هنا. اوكي مش مشكله. ماشي. عم بصيد فيه هو قاعد بس تسكه. واو والله غريب. بلون مش عم ينسحب صح ليش؟ معقول في شيء عاملينه فيه؟ مش عارف. جي جي مان حرام. اتوقع اني لازم افوز سهله علي لانه ما معي شيء ضد البيبي دراجون ضد ليتل برنس. جدا لعب كان جدا غلط بس العاده واحد بيتعلم على البرج الجديد. بس انا بعدين لحتى ما اعرف الانتراكشن اتوقع راح العب على نفس التشكيله. ممكن العب جريفيارد سبلاش يارد اللي قاعد العب فيها حاليا او لافا هاوند. ماشي ونشوف لعبي بالكانونير مع هاي التشكيلات. راح اركز عليهم. انتوا كمان حاولوا نفس الشيء لما تفتح الكانونير ركز على تشكيله واحده عشان تعرف الانتراكشن. حلو. سو يلعب دلوق. اوكي عم بلعب لوك بيت الشاب. حلو. وهسه انا ضد اللوك بيت اتوقع سيء نوعا ما اتوقع. فراح نلعب احنا بيبي لانه يمكن ندافع عنها. اوكي ما دافع عنها. عم بلعب لوك بيت لوك بيت لوك بيت. لازم هو اخذ دمج مرتب الا اذا لعب الفارس. فانا هون بلعب ليتل برنس قدامه حتى لو في معه روكت عادي مش مشكله. لازم العب توش. كانونير شايفين؟ هاي هذا اللي بحكي لكم عنه. مش لازم في اشياء لازم ما ادافعش عنها خلص لان انت تلعب كانونير. ماشي. حلو لعبه غلط كان هنا. لازم استنى بين ما يعبر الجسر بعدين بكون انا فعلت الخاصيه. هون راح اخذ دمج مني على هسه. هو لعب الدلوج صح ولعب كمان جوبلين جانج. شوف ما يكون في معه البورد مسك على النايت راح اخذ دمج جدا مرتب عليه هسه عليه صح. وهون راح العب حبه بويزون عشان نقتل مين الجوبلين جانج. اما النايت راح عارف شو حيفرق معي لانه في معي كانونير. هسه احسن هون خمس اكسير. حلو لانه ليش؟ لانه في معه البرل صح. فانا بدي استنى. ما رميت الجوبلين ما رميت البربيرن برب الاول. استنيت عشان افعل بوجه ميك لانه عارف انه في راح يرمي برل صح. اخذ عليه دمج بس عادي. يمكن العب انا بربيرن برل على على الجوبلين برل بس انا بدي العب زيك ليش؟ لانه بدي افعل بوجه الملك. بس في مع مين روكيت اذا ضربوا على النايت كثير عادي بالنسبه لي مش فارقه معي. بيبي دراجون هنا صح؟ راح نلعب بس التبرنس تحت. حلو. بعدين هاي هون هون. اوكي هون. والله دمج اوف الدمج بعده عنه. هاي هون جيجي
في معسه برنسس فراح العب انا هونتر ستون عشان برنسس ما تمسك على برجي ماشي والله مش هيقدر هذا الشيء في معايا بدي العب برنسس مش راح يقدر هونتر ستون لانه شغال بعده نايس كانونير بطاقه جباره مان طاقه جباره يا اخوان اللي عملنا اخر جيم بالكانونير والله معلم بطاقه ديم يعني هاي ما راح ادافع عنها مع انها هي ليفل 12 بس عادي مش داعي ادافع عنها يمكن بيلعب اكسبو الشاب فراح استنى شو ممكن يعمل حتى الارتز ما ياخذ ولا اي ضربه حتى لو سبليت حتى لو مع بعض اذا مع بعض ما بعرف اوكي يا بده يعني العب دافع اجباري اتوقع بيلعب اكسبو هو صح يا هسه هون في معاه اكسبو فاير بول يعني عادي فاير بول صراحة مش كثير راح تفرق معي هنا أنا مش هدافع عن البرنس أنا لأنه في معه أرتشرز هو صح؟ أوه لهم غلط الأرتشرز هو لهم غلط يا لهم غلط مع هيك ما أخذ عليه كثير دمج عم بلعب إكسبو الشاب ما أخذ عليه كثير دمج هائل بس اتس أوكي هسه قدام الفارس أتوقع لازم أدافع يعني ولو بأقل إشي لأنه اتوقع هيوصل شو ما كان انه دمه فل اربع ضربات وراح طيب شو راح اعمل مع اكسبو بايده هو هون بيبي حلو عم سكر عليه اسم الله تو في مع اسا وارشز مطورين شكل ايش ما راح العب مين ما راح العب الجريفيارد بس يلعب هو ال اوكي ما راح لازم يدافع مش ارتس مطورات عم بيلعب فارس مطور ليتل برنس على الجسر انا صح يلعب هو مين ما يسهمه والارتس مش بايده هسه كيف راح يدافع بلوك برضو عادي في مع سكيليز سبيريت لسه لازم يدافع كمان لازم 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 راح برجك لازم يا نايس لما تحفظ ساكن خصمك بيختلف كل لعبك احفظ ساكن خصم علم كثير ترتاح والله اند يو ويل بلاي الكانونير جدا اوبي لا ننسى مريبز ان شاء الله بكره راح نعمل لكم بطوله بيكون يوم الثلاثاء عشان نربح 3 فائزين بالرويال باس الالماسي لا تنسوا من اللايك شو رايكم بالتحديث انا راح اكون قريبا ان شاء الله بيس اوت